بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بمجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم، مع درس جديد من دروس القواعد النحوية، وهو حالات بناء الفعل الماضي. تحدثنا في الدرس السابق عن الجملة الفعلية وعرفنا أنها تتكون من فعل وفاعل. النهاردة أول درس من دروس الجملة الفعلية، وهو درس الفعل الماضي. الفعل الماضي من الأفعال المبنية دائما. ويعني إيه فعل ماضي؟ يعني الفعل هو ما دل على حدث أو عمل وقع في الزمن الماضي وانتهى، شيء حدث في الزمن الماضي وانتهى حدوثه. زي لما اقول لك كده، مثل جلس، يبقى كان الجلوس في الماضي او في وقت لاحق، وبعد ذلك انتهى هذا الجلوس، او نام، او كتب، او كتب، او شرب، او اكل. كل دي افعال تعبر عن الفعل الماضي او عن الزمن الماضي. الفعل الماضي هو دائما مبني. يبقى اي فعل ماضي، اي كلمة فعل ماضي بنقول عليها انها فعل ماضي مبني. طب مبني على ايه؟ عندنا ثلاثة حالات لبناء الفعل الماضي. اولا، الفعل الماضي يبنى الفعل الماضي على الفتح. طب امتى هقول ان الفعل الماضي ده مبني على الفتح؟ اولا، اذا لم يتصل بالفعل اي شيء او أي ضمير، أي جاء مجردا من أي زوائد. كمثال، قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. الفعل عندي كلمة سأل، يبقى ده فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح. لماذا؟ لأن كلمة سأل فعل لم يتصل به أي ضمير ولا أي زوائد وحروف زائدة. فكلمة سأل كل حروفها أصلية، ليست متصلة بها أي ضمير. يبقى في الحالة دي نقول الفعل سأل فعل ماضي مبني على الفتح. قال لي أيضا، بقول مبني على الفتح وبقول إن الفعل ده مبني على الفتح في حالة أخرى، إذا اتصل بالفعل الماضي تاء التأنيث. اتصل بالفعل الماضي تاء التأنيث، وهي تدل على أن الفعل مؤنث. مثال: حفظت الطالبة سورة الإخلاص. حفظت الطالبة سورة الإخلاص. أو قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. الفعل عندي كلمة في الجملة الأولى حفظت، وحفظت متصلة بها تاء التأنيث العائدة على الفاعل، وهي كلمة الطالبة. الطالبة مؤنثة، يبقى إذا حفظت نقول برضو أيضا فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. في الجملة الثانية، قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. عندي الفعل عندي كلمة اقتربت. طب اقتربت نعربها ايه؟ تقول لي برضو فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، لأن تاء التأنيث عايدة على الفعل وهي كلمة الساعة. وانشق القمر، وانشق أيضا فعل ماض مبني على الفتح، لأنه لم يتصل به أي ضمير من ضمائر المتحركة أو الساكنة. طيب رقم 3، قال لي الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا اتصل به ألف الاثنين. يعني في نهاية الفعل ألف تدل على أن الفاعل اثنان. نحو: المجتهدان فاز في المسابقة. فاز طبعا هو الفعل بتاعنا، ففاز نعربه فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، لأنه متصل به ألف الاثنين. طبعا ألف الاثنين العائد على كلمة المجتهدان اللي هي المبتدأ اللي قبلها.
وكمان نعرف ان الف ده اللي هو في نهاية كلمة فاز، الف الاثنين ضمير مبني في محل رفع مبتدأ فاعل. اخيرا قال لي اذا اتصل بالفعل الماضي الضمائر التالية فانه ايضا يبنى على الفتح. الضمائر دي زي الهاء او هما او هم او ها او هن، نحو والدي شاهدها تتصدق على الفقراء. والدي شاهدها تتصدق على الفقراء، فالفعل عندي كلمة شاهدها. طيب يبقى الفعل شاهدها ده فعل ماضي ايضا مبني على الفتح. لماذا؟ لانه فعل اتصلت بيه ضمير الهاء، واي ضمير زي مثل الهاء متصل بالفعل على طول بنعرف الهاء دي ضمير مبني متصل في محل نصب مفعول به. اذا فين الفاعل في بتاع الجملة؟ تقول لي مين اللي شاهد؟ تقول لي والدي. يبقى الفعل في الحالة دي ضمير مصدر تقديره هو. طيب رقم 2 قال لي ان الفعل الماضي يبنى على السكون. يبقى دي الحالة الثانية، الفعل الماضي يبنى على السكون. قال لي اذا اتصلت به احد ضمائر الرفع، هما 3 ضمائر وهنعرفهم دلوقتي، يا اما تاء الفاعل، يا اما نون النسوة، يا اما نا الفاعلين. نا الفاعلين، تعال نشوف مع بعض كده. يا اما اتصلت به تاء اللي هي تاء المتكلم اللي هي تاء الفاعل، مثل قطفت الزهرة. تقول لي هنا الفعل هي كلمة قطفت، قطفة. طيب ومتصل بها تاء اللي هي تاء الفاعل اللي هي عايدة عليا انا، يبقى قطفة دي في الحالة دي فعل ماضي مبني على السكون، والتاء نعربها ضمير مبني في محل رفع فاعل، والزهرة طبعا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أو اتصل بالفعل نا اللي هي ناس ما نال ايه الفاعلين، يعني عايدة على الفاعل، ونال الفاعلين جمع المتكلم الدال على الفاعل، مثل قطفنا الزهرة. يبقى قطفنا اصلها قطف زائد النا، يبقى قطف فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين، والفاعل ضمير مبني في محل، والفاعل نا الفاعلين ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب والزهرة طبعا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مثال آخر أو الحالة الثالثة، إذا اتصل بالفعل تاء للمخاطبة، مثل قطفت الزهرة. تقول لي هنا قطفت فعل ماضي مبني على الفتح على السكون، والتاء التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والظهر أيضا مفعول به. أو كان متصل بالفعل أيضا تاء وميم اللي هي آخرها اللي هي ضمير للمخاطبة المذكرة، زي قطفتم الزهرة. قطفتم أيضا أصلها قطف زائد التاء والميم اللي هو ضمير المخاطبة المذكر، فيبقى قطف فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والزهرة والزهرة الزهرة في مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أو اتصل بالفعل نون النسوة، يبقى برضو فعل ماضي مبني على السكون، مثل النساء قطفن الزهرة. فالنساء طبعا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم، لكن قطفنا هنا ده فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. فين النون النسوة دي؟ اللي هي كلمة قطفة زائد النون. النون دي عايدة على مين؟ عايدة على النساء وهي مؤنثة، يبقى دي نون النسوة. يبقى في الحالة دي هقول قطفنا فعل الماضي مبني على السكون، والنون ضمير مبني في محل رفع فاعل أيضا، والزهرة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب نقرأ الإعراب ده مع بعض. قطفت فعل ماضي مبني على السكون،
والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. جميع الضمائر، خلي بالك من الملاحظة دي، جميع الضمائر السابقة إذا اتصلت بالفعل الماضي فهي في محل رفع فاعل، وتعرب جميع الضمائر هذا الإعراب ضمير مبني في محل رفع فاعل. الحالة الثالثة والأخيرة في بناء الفعل الماضي، قال لي إن الفعل الماضي يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، كمثال نحو العرب حفظوا الشعر وأجادوا فيه وأبدعوا. الأفعال الماضية عندي في الجملة بتاعتنا هي كلمة حفظوا وأجادوا وأبدعوا. يبقى لما نجي نعرب كلمة حفظوا أولا أو كلمة أجادوا أو كلمة أبدعوا، التلاتة إعراب واحد متصلين بواو الجماعة أو متصل بهم واو الجماعة. فكلمة حفظوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، على طبعا الضم على حرف الظاء، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، أو أجادوا نفس الإعراب فعل ماضي مبني على الضم الظاهر على حرف الدال، أو أبدعوا فعل ماضي مبني على الضم الظاهر على حرف العين، وواو الجماعة في الثلاثة أفعال ضمير مبني في محل رفع فاعل. بعض التدريبات ونحلها مع بعض، قال لي استخرج الفعل الماضي وعربه فيما يلي: واحد، متى أسلم عمر بن الخطاب؟ الفعل الماضي في الجملة بتاعتنا، طبعا الفعل الماضي عندي في الجملة هي كلمة أسلم. طيب أسلم نعربه إيه؟ تقول لي ده فعل ماضي مبني على الفتح. لماذا؟ لأنه لم يتصل به أي ضمير، أو فعل ليس به أي زوائد حروف زائدة. أما الفاعل فهي كلمة عمر. اتنين، المتنبي والمعري قال الشعر. طبعا الفعل عندي هي كلمة قال. طب الفعل قال ده فعل ماضي مبني على ايه؟ تقول لي مبني على الفتح. لماذا؟ لانه متصل به الف الاثنين، وقلنا ان الف الاثنين اذا اتصلت بالفعل فانه يبنى على الفتح. وطبعا الفاعل عندي كلمة، او الفعل عندي الضمير الف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل. تلاتة، دافعت الأم عن كرامتها. الفعل عندي طبعا كلمة دافعت أو دافع، وفين الفاعل؟ هي كلمة الأم. طيب أم للتاء دي لازمتها إيه؟ هي تاء التأنيث. يعني لما نيجي نعرب الفعل دافعت فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث العائدة على كلمة الأم المؤنثة، والفاعل طبعا كلمة الأم. أربعة، قال تعالى ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، الفعل عندي كلمة طبعا كلمة استوى. طب والفاعل طبعا فاعل ضمير مستتر تقديره هو الله عز وجل. طبعا الفعل استوى ده فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصاله بأي ضمير من الضمائر. خمسة، قال تعالى اشتروا الضلالة بالهدى. طبعا الفعل عندي كلمة اشتروا، ده فعل ماضي مبني على ايه بقى؟ فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو هي الفاعل عندي، فالواو واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. المثال السادس، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. الفعل عندي في هذا البيت الشعري طبعا عندي كلمة أكرمت. أكرمت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل،
والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. فعندي هنا هنلاقي في المثال ده عندي كلمة أكرمت في شطر البيت الأول فعل الماضي، وأكرمت في شطر البيت الثاني أيضا فعل الماضي، وتمرد برضو فعل الماضي بس مبني على الفتح. سبعة، الشهداء رضوا بالحياة الآخرة. طبعا الفعل عندي في المثال هذا وهي كلمة رضوا، فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والفاعل هي واو الجماعة. طيب رقم 8، النساء ساعدنا الرجال في بناء المجتمع. طبعا الفعل عندي كلمة ساعدنا، ده فعل الماضي مبني على طبعا متصل به نون النسوة، يبقى فعل الماضي مبني على السكون، والفاعل هي نون النسوة ضمير مبني في محل رفع فاعل في كلمة ساعدنا. 9، انتصر المسلمون في معركة حطين. الفعل عندي كلمة انتصر. طيب انتصر نعربه فعل الماضي مبني على الفتح لعدم اتصاله بأي ضمير، والفاعل ضمير، والفاعل هي كلمة طبعا المسلمون، وفاعل مرفوع علامة رفعه الايه؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم. طيب أخيرا، من طلب العلا سهر الليالي. الفعل عندي كلمة طلب وأيضا سهر، وفعل الماضي مبني على الفتح لعدم اتصاله بأي ضمير من ضمائر الرفع، والفاعل أيضا ضمير مستتر تقديره طلب هو أو سهر هو. في النهاية أتمنى نكون استفدنا من الدرس بتاعنا، ونلتقي إن شاء الله في درس قادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان معكم أستاذ مصطفى محمد، مدرس اللغة العربية بمجمع التعليم بالفيوم.